الجهات الإسرائيلية تتحدث الآن عن حاجة ملحة لاستئناف المفاوضات، هل يمكن أن نرى دورا مصريا فعالا في أي مفاوضات مستقبلية؟ مصر أعلنت منذ قليل جدا على لسان مصدر رفيع أن إسرائيل غير مهيئة لمفاوضات جادة الآن. وهذا يأتي على الأرجح ردا على ما اتخذه مجلس الحرب بالأمس من تفويض جديد للتفاوض، ومن تجهيز كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية مسودة جديدة من الجانب الإسرائيلي للتفاوض حولها. مصر ترى أن هذا هو مناورة أخرى من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فأعلنت منذ قليل أن إسرائيل غير مهيئة الآن للمفاوضات. إسرائيل الآن عليها التزامات، ليس أن تعد ورقة جديدة، ولكن ما تم التوافق عليه في المفاوضات التي أفسدها بنيامين نتنياهو برفضه بعد أن قبلتها حركة حماس، عليها أن تعود إلى النقطة التي تركتها إسرائيل وألا تناور من جديد، فقط من أجل أن يتلافى نتنياهو الأزمات الداخلية الهائلة التي تزداد يوما بعد يوم، وآخرها اليوم ما الخلاف بينه وبين الجيش، وما طلب به بني جانس منذ قليل بتشكيل لجنة حكومية سريعة للتحقيق فيما جرى في أحداث السابع من أكتوبر.